للمرة الثانية تم إقصاء جميع المستشارين وبالخصوص السيد نبيل العمدة اللي عنده تيدبر القطاع ديال التراث ففي تسجيل مدينة الدار البيضاء في شبكة المدن المبدعة لليونسكو من أجل تنمية اقتصاد المدينة. فقامت هذه الشركة التنمية للتراث بدراسة بمبلغ 3 مليون ديال الدرهم، تم تسجيل مدينة الدار البيضاء في فن الإعلام. وضعوا خطة عمل، قاموا بكرونيا ومهرجان المدينة الذكية. فمدينة الدار البيضاء ليست مدينة ذكية، فعندها عديد من المشاكل، ظاهرة التسول وهي جد خطيرة، السرقة، انعدام الأمن، تكاثر ديال المخدرات. محمد